الجمارك المصرية والجمارك الإيطالية. نعم خلصنا كل الإجراءات دي، لقينا إن إحنا لازم نسمح للشاحنات الإيطالية إن هي تجري على الأراضي المصرية بنمرها وبطفايات حريقها وبمعاييرها وبمواصفاتها. ناقشنا الأمور دي مع الأجهزة الأمنية وخاصة وزارة الداخلية المعنية بالمرور وباللوحات المعدنية والإطفاء والكلام ده، ناقشنا كان لازم نخش ما يسمى في اتفاقية 68، اتفاقية فيينا 1962 مصر ما كانتش موقعة عليها. لما نوقع الاتفاقية دي تسمح لنا إن إحنا أو تسمح للشاحنات الإيطالية إن هي تمشي على الأراضي المصرية بدون وأنا أمشي على الأراضي الإيطالية أو في أراضي أوروبا كلها باللوحات المعدنية بتاعتي وبالطفايات بتاعتي وباسلوبي. فوقعنا الاتفاقيه الاول، اتفاقيه 68 اشترينا بعض الاجهزه الفنيه اللي هم طالبينها، ان هي تبقى عندنا عشان نحاكم هذه الاجراءات ونقدر على طول نخش من رقم العربيه الايطاليه دي نعرف هي جايه منين وراحه فين وكنيتها ايه. عملنا الكلام ده، اهلنا نفسنا، مضينا على اتفاقيه 68، بقى عندنا الوقت خط رورو احنا كوزاره نقل ووزاره الداخليه واجهزه الحكومه ومعانا الماليه ومعانا وزاره التجاره والصناعه. يعني وانا بوقع كان حاضر معايا معالي وزير الماليه دكتور محمد معيط ومعالي وزير التجاره والصناعه المهندس احمد سمير والمختصين من وزاره الداخليه. وقعنا مع ايطاليا عموما، مع انا كنت بمضي معايا السفير كوراني السفير الايطالي في مصر. نعم. انا ده بيمثل دولته. نعم. لان فيها ميناء وفيها مراكب وفيها نعم. عربيات. نعم. فيها جمارك، فيها كل حاجه. فكان السفير بيمثل مصر بايطاليا إيطاليا. وانا بمثل مصر وفي وجود الوزراء. طب احنا خلصنا كل اللي علينا، باقي لنا حاجتين اتنين. العربيات اللي هتمشي بتحل مشكله الوقت والموفره عشان تبقى، لان المركب الرورو بتشيل 420 شاحنه، فاحنا محتاجين 420 شاحنه عشان او على الاقل 400 شاحنه. أيوة. على الاقل ايوه، فلازم عشان يبقى هي لها خسارات تشغيل لازم على الاقل 400 شاحنه، 350 شاحنه، ما نقلش عن كده. فاحنا دلوقتي بندبر الشاحنات المبرده بالتحديد على سواء من عندنا او من ايطاليا. وبنعمل ايه كمان بقى؟ الوقت ده ورمينا الكره في ملعب زي ما قلت له كده، انا قلت لشخص عزيز عليا جدا لانه راجل محترم جدا، الاستاذ عبد الحميد دمرداش. عبد الحميد دمرداش النائب عبد الحميد دمرداش ده هو المسؤول عن او رئيس شعب التصدير للحصلات الزراعيه. قلت له الكره بقت في ملعبك انت والمصدرين، تجيبوا البضاعه هنصدرها، ما تجيبوش البضاعه مش هنصدر. فبدأ دلوقتي الراجل بيعمل دلوقتي ندوات وبيعمل اتصالات مع كل المصدرين المصريين والمزارعين المصريين عشان يبقى عندنا حجم جيد نصدره من الخضروات والفواكه الطازجه الى ايطاليا، وهي جايه من ايطاليا. ممكن هل ممكن تجيب برضه فواكه من ايطاليا او من اوروبا في الوقت اللي مش طالع عندك فيه؟ ممكن. طب بتجيب ايه تاني؟ تجيب تصدر هنا، وده السفير الايطالي مهتم جدا وايطاليا مهتميه جدا بالموضوع ده، تصدير الملابس والمنسوجات المصريه الى ايطاليا. هم عندهم على فكره مصانع موجوده في برج العرب. نعم. هنا. نعم. ايطاليه. نعم. وعايزين يصدروا والاقمشه، واعتقد الروبيكي كمان داخلين على الروبيكي. داخلين في الروبيكي. فاذا هم يعني حريصين جدا على التعاون معانا في مجال الرورو، واحنا حريصين اكتر، وان شاء الله باذن الله ده يبقى فتحه وباب خير، فتحه خير وباب جيد جدا للحصلات الزراعيه المصريه. المواني المصريه.